بسم الله، لو انت عايز تصدر الشكل بتاعك لكاد دي دبليو جي او دي اكس اف، هتقول له فايل وتقول له انا عايز اعمل سيف از، وهتلاقي هنا عندك الامتداد اللي هو الدي دبليو جي والدي اكس اف. او ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اعمل اكسبورت، وتقول له شينج فايل تايب، فيبدا يجيب لك الكاد بشكل دوت.